خلينا ننتقل مع حضراتكم لموضوع آخر، وكمان مصر قدرت إنها تستعيد مرة تانية مكانتها وريادتها في القارة السمراء، ده من خلال دعم القضايا الأفريقية في المحافل الدولية، كمان دعم الاستثمار والتنمية في دول القارة. جهود مخلصة وخطوات مدروسة تقوم بها القيادة السياسية لدعم الاقتصاد والتنمية في القارة أصبحت محل تقدير من جميع القادة الأفارقة، بل ومن قادة المجتمع الدولي أيضاً، وهو ما انعكس وبشكل كبير على مستوى المشاركة الإفريقية في المؤتمرات التي قامت مصر بتنظيمها واستضافتها، سواء في شرم الشيخ أو القاهرة أو أسوان. ونجحت مصر في استعادة دورها في إفريقيا كإحدى دوائر الأمن القومي المصري، خاصة في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الإفريقي. وترتكز السياسة المصرية تجاه إفريقيا على عدة مسارات متوازية ومتكاملة، فهناك مسار التنمية وزيادة التجارة بين دول القارة الإفريقية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الإفريقي وتجفيف بيئة العنف والإرهاب، وتحويل القارة من منطقة طاردة للبشر إلى منطقة جاذبة تنمو بكوادرها وأبنائها ومواردها الضخمة. وهناك أيضاً المسار السياسي الذي تتبنى فيه مصر القضايا الإفريقية في المحافل الدولية وتدافع عنها من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية والتنموية بين الدول. وخير دليل عندما ثمن الرئيس السنغالي العلاقات التاريخية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهاً بأنه تم الاتفاق حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن تطلعه لتعزيز وتنويع التعاون السنغالي المصري، سواء على الصعيد الرسمي أو على صعيد القطاع الخاص فيما يتعلق بالاتفاقيات التي تم توقيعها في مجالات الآثار والثقافة والكهرباء والطاقة المتجددة والرياضة، بالإضافة إلى الإعفاء المتبادل للتأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة.